بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الخاطرة السادسة بعد المئة الرابعة من الخواطر السباعية لأستاذنا الدكتور مصطفى السباعي عليه من الله شآبيب الرحمة والرضوان. عنوانها: الأولاد حظوظ آبائهم. نصها قال: الأولاد حظوظ الآباء من الدنيا، فمن رزق أولادا سيئين كان سيء الحظ ولو اجتمع له المال والجاه. هذا الكلام نوقف عنده كثير كثير. أنا الآن هنا أربي أولاد الناس، أتشرف بخدمتي. طيب أولادنا، أنا أحياناً بروح مثلاً على بلد وبشوف مثلاً واحد اللي يقربني على غير ما يرضي الله، أتألم، قل له نحن عم نشتغل بأولاد الناس، أولادنا لازم يكونوا غيرني. فالإنسان الذي أكرمه الله عز وجل بأولاد بررة، بأولاد طيبين، بأولاد ملتزمين، بأولاد يتشرفون بخدمة أبيهم وقبل ذلك يتشرفون بخدمة دينهم، هذا الإنسان هو الذي حظه يعني وافر. أما الإنسان الآخر عنده مال وعنده جاه وعنده ملك وقد يكون شيخ ويشار إليه بالبنان مثلا، لكنه ابتلي بأولاد عققة لا يطيعون الله ولا يسمعون لكلمة أبيهم وأمهم. طيب هذا شو؟ هذا حظ واسع، جاهه كبير، ضاع كل شيء. لا يوجد ما هو بعد الإسلام أعظم من الزوجة الصالحة والأولاد الطيبين. النبي صلى الله عليه وسلم شو قال؟ خير ما يكنز المرء المرأة الصالحة. ذا الكنز. طيب والأولاد هدول اللي بيطلعوا من هذا الكنز. فأحبابنا، كلام الشيخ يكتب بماء الذهب: الأولاد حظوظ الآباء من الدنيا. عم يتكلم عن الدنيا، ما عم يتكلم عن الآخرة. هلا سيدنا نوح ابتلي بولدك وقرر الولد أن يصعد إلى جبل عال، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. شو قال له سيدنا نوح؟ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. بلحظة تحركت عاطفة الأبوة عن سيدنا نوح، قال: ربي إن ابني من أهلي. هذا ابني. ها شو قال له رب العالمين؟ إنه ليس من أهلي. العقيدة هي الأصل. هذا كفر، هذا انحرف. أنا امبارح كنت عم بقرأ عن حسن الزعيم، شيء بشيء يذكر. حسن الزعيم اللي هو محمد علي العابد هو الرئيس، بعدين شيخ تاج الدين حسيني ثاني رئيس بسوريا، بعد يعني بعد أكبر مصيبة اللي هي انهيار الدولة العثمانية، بعدين بيجي شكل القوات اللي بانتخاب بعد وفاة الشيخ تاج الله يرحمه، بعدين بيجي حسني الزعيم. حسني الزعيم أبوه كان مفتيا في الجيش العثماني. أبوه كان مفتي، يعني بيئة ملتزمة. وأخوه الشيخ صلاح شيخ داعية، ما بعرف يعني، ما قرأت عنه الكثير إلا أنه كان شيخا، يعني معناتها البيئة شو هي؟ بيئة جيدة. حسني الزعيم منع العمائم في سوريا بقرار. حسني الزعيم أدخل العلمانية إلى سوريا وحارب الأحوال الشخصية السورية يلي هي مستمدة من 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 هذا بدي يصل للشريعة. شو اسمه هذا؟ قدري باشا اللي وقت قننوا القانون المجلة،
يعني مأخوذة من الشريعة الإسلامية فحاربها حسني قانون الأحوال الشخصية السوري. حسني الزعيم حارب النقاب لكن ما أصدر فيه مرسوم. يقول أحد الكتاب أفسد حسني الزعيم ب 137 يوم ما لم يفسده حكام مصر ب 52 سنة. 137 يوم ومش عم تحكوا بالسلام أو الاستسلام. حسني الزعيم قال له لبن غوريون مستعد اعترف بدولة إسرائيل وبس أنتوا اضمنوا لي أني أنا أبقى على العرش. وهذا الكلام ذكره ستيفن السفير الأمريكي في دمشق في تلك الفترة وكتبه في مذكراته. طيب هذا مو بلوى من البلاوي؟ مو بلوى من البلاوي ومطلب منه شكري هذا نالي بعد سالم أديب الشكري. أيضا أبوه كان مفتيا وكمان عمل مصائب سنأتي على ذكري. أنا عم بكتب كتاب عن تاريخ سوريا فضل الله عز وجل. أي إنسان سيدنا نوح ابتلي هذا ابتلاء، وأي إنسان يبتلى في أولاده بعيدا عن شرع الله عز وجل هذا سيء الحظ كما يقول أستاذنا. وكل إنسان يكرمه الله بأولاد طيبين بأولاد بررة بأولاد جيدين هذا إنسان حسن الحظ. الله يجعل حظنا حسن. أنا ما أجاني أولاد لكن بعتبر كل ولد عم يتربى بهالمركز أو ربيته في دمشق أو علمته في المدينة المنورة هو ولد إنه إن شاء الله رب العالمين بنشوف فيهم في الدنيا قبل الآخرة نرى بركة هذا العمل اللي أسسناه في هذا المكان البيت الشامي. وآخر دعوانا أن الحمد لله.